انتخبت بالسفارة وجاي انتخب هون، بدي انتخب كل مطرح، بدي سيادة الدكتور بشار الأسد. بنتخب على وين بده، بالشام، بأي بأي محافظة بسوريا. وبقي بالشام أم راجع على لبنان؟ أنا بدي أرجع لأنه يعني عندي هون ملتزم بشغل، بس لأنه هنيك بس صفت الشغل. ما عندك صفة نازح يعني بلبنان؟ بالعكس، أنا مش نازح، أنا حدا بيهرب من أخوته.